ألف 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 مبروك لشعب مصر العظيم، ألف مبروك تأهل منتخبنا الوطني للشباب تحت 23 سنة. المنتخب الأولمبي يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ 2012، وحتى الآن تقريبا 7 سنين لم يتأهل فيهم منتخبنا الوطني إلى الأولمبياد، ولكن بيعود الكابتن شوقي غريبة المدير الفني مع منتخبنا الأولمبي، ويعود مع جيل رائع جدا من اللاعبين: رمضان صبحي، مصطفى محمد، أحمد أبو الفتوح، أكرم توفيق، كل اللاعبين الحقيقة بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا جدا، فرحة عظيمة، فرحة جميلة جدا جدا، بغض النظر عن المباراة، بغض النظر عن اللي حصل في المباراة، على الرغم من أن أنا شايف، أنا واحد من الناس اللي شايفين أن أداء منتخبنا الوطني كان أداء تكتيكي جيد جدا جدا أثناء المباراة، ولكن في النهاية قدر منتخبنا الوطني أن يفوز ببطاقة الصعود الثانية إلى أولمبياد طوكيو، بعدما تأهلت منتخب كوت ديفوار إلى البطاقة الأولى إلى أولمبياد طوكيو. كل الأمنيات الطيبة، والحقيقة قد إيه الفرحة اللي إحنا موجودين فيها، وقد إيه الناس بره سعيدة جدا جدا، والأول مرة منذ فترات طويلة جدا نشوف هذا الجمهور 70,000 متفرج متواجد في الإستاد ويطلعوا فرحانين، من زمان جدا ما شفناش هذه الفرحة. ألف مبروك يا كابتن فتحي. مبروك يا كابتن سيف. ألف مبروك يا كابتن حشيش. مبروك. ألف مبروك يا كابتن هلال. يعني منتخبنا الوطني الأولمبي أعتقد إن هو يستحق التأهل عن جدارة. يستحق، لان احنا يمكن في الاول وقلنا كلمتين ان المباراه خططيه او تكتيكيه اكتر من انها تكون مباراه عاديه، وفعلا استمرت انها تكون خططيه طوال الوقت حتى الدقيقه 59 فك شفره الخطط بين الفرقتين حكم المباراه بضربه الجزاء اللي سجل منها رمضان صبحي اولى الاهداف، وبالتالي فتحت المباراه وتغير شكلها بالنسبة للمنتخب المصري وبالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا. لكن كانت الساعة بالضبط، قعدت ساعة بالضبط لغاية الدقيقة 59 أن نقول المباراة تكتيكية، يعني خططية. إزاي؟ إن كل مدرب عارف ومتحفز وملتزم، باستثناء فرصة لجنوب أفريقيا كان جات لهم في الشوط الأول، إحنا ما شفناش حاجة تانية، لكن التزام خططي من الاتنين مدربين بيطبقوا اللعيبة في الملعب. فك الشفرة دي الحكم لما جت ضربة الجزاء الصحيحة لمنتخب مصر، سجل منها الهدف الأول، فخلاص أصبحت الحسابات متغيرة لمنتخب مصر أو لمنتخب جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا عايز يعوض، بس يعوض برضو بهدوء باتزان، يعني ما فتحش خطوطه مرة واحدة، إلى أن سجلنا الهدف الثاني ثم الثالث، لأن هي دي سمة المباريات، ودي ميزة لما يكون عندك جمهور كبير زي ده بيدفعك، ما بيخوفكش ان انت ترجع جبت الجول وتقف قدام جولك وتدافع وكده، هي دي ميزة الجمهور. فالجمهور النهاردة مبروك له، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك لكل من ينتمي لأسر كرة القدم، مبروك لقناة الأهلي اللي قدرت تنقل لجمهورها وللناس في النادي الأهلي وحبايب النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي صورة حقيقية لما يدور بدون تحيز لكرة القدم اللي في بطولة إفريقيا، حتى النهائي إن شاء الله هتلعب يوم الجمعة إن شاء الله. لكن إحنا ما يهمناش، المهم وصلت إلى طوكيو. أول ما آخر مرة وصلناها كانت في 2012 كانت في لندن، اما في 2016 احنا ما وصلناش لان طلعنا بره، وفي 2020 جات لنا البطوله دي اللي احنا ان شاء الله نطلع مع الفرقه دي. كابتن حشيش، المباراه طبعا تكتيكيه وفيها شغل تكتيكي عالي جدا من الاثنين مدربين، سواء مدير الفني لجنوب افريقيا او المدير الفني اللي هي منتخبنا الوطني كابتن شوقي غريب، ولكن في النهايه الصعود هو اهم شيء في هذه المباراه. مبروك لمنتخب مصر، اهم حاجه زي ما انت بتقول المكسب والتاهل للمونديال. المباراة يعني أنا بعتبر أن مباراة النهاردة دي برغم النتيجة الكبيرة إنما أصعب مباراة عدت على منتخب مصر. النهاردة الحماس الزايد عن حد اللي احنا حذرنا منه قبل المباراة كان مأثر على برضو الأداء، اللعيبة كانت متحمسة زيادة عن اللزوم، ويمكن فرقة جنوب أفريقيا كانت أهدى شوية، وكان الاستحواذ ليها، يعني لو هنقيم فرقة جنوب أفريقيا كانت الشوط الاولاني بالتحديد كانت يعني في احسن نسبيا من منتخب مصر، وكان في طبعا فرصه خطيره لهم في اللي مرت بالعرض واللعيب ما لحقهاش. الشوط الثاني برضو ابتدت يعني استحواذ من
جنوب افريقيا، وكان في قلق وخوف من المنتخب المصري واللعيبه. كان في بعض الناس يعني واحد زي عبد الرحمن مجدي، احنا قلنا ان هو مكسب كبير بعد المباراه الثانيه والثالثه. النهارده الاداء والشوط الاولاني وفي 10 دقائق من الشوط الثاني لا اداء تحت المتوسط، برغم ان هو احرازه لهدفين في الشوط الثاني، انما كان مستواه اقل. رمضان عنده برضو حته المسك الكره شويه والاحتفاظ بالكره اكتر من اللازم، انما طبعا نقطه التحول هو الهدف. اللعيبه تحررت من الضغوط اللي عليها، خدت الثقه اكتر في نفسها، ابتدت تبادر بقى بالهجمات، والخطوط ابتدت تتحرك شويه من تحت لقدام. عايزين نقول في الاخر مبروك طبعا لمنتخب مصر، بس على الكابتن شوقي في بعض الاخطاء، وبالذات الاخطاء الدفاعيه، في تهور شويه برضو من بعض المدافعين في الكرات اللي هي بتمثل ضغط على فرقه مصر اللي على ال 18، هيتلافاها الفتره اللي جايه ان شاء الله. مبروك ليهم التاهل، وان شاء الله باذن الله طمعوا الناس اكتر في انهم باذن الله يحرزوا البطوله. يعني كابتن بلال، على الجانب الاخر الناحيه الهجوميه النهارده ما كانتش واضحه، ولكن احرزت 3 اهداف. شوف الاول المباراه اللي زي دي او المباريات اللي بتبقى مباراه النوك اوت، انت بتكسب عشان يعني تصعد، دي بتبقى محتاج يمكن زي ما قلنا قبل المباراه ما تبتدي، محتاج حماس كبير جدا من اللعيبه، يعني اكتر منه من التكتيك اللي اتلعب. منتخب مصر يمكن لو هنتكلم على الروح القتاليه والحماس، فمنتخب مصر الحقيقه كانت موجوده عند المدير الفني، موجوده عند اللعيبه في الملعب. اللعيبه الحقيقه النهارده قتال في الاداء بشكل كبير جدا، ولكن النواحي الفنيه النهارده والتكتيكيه الحقيقه يعني زي ما الكابتن فتحي اتكلم قال من شويه، انك انت يعني المباراه اتغيرت بعد الحكم ما تدخل، يعني من وجهه نظري الشخصيه، يعني الحكم تدخل في المباراه اتغيرت، قدرت تسجل هدف رمضان صبحي، المباراه اتغيرت، المباراه كانت ممكن تمشي بشكل مختلف لولا ركله الجزاء اللي احتسبت للمنتخب المصري. ولكن انت طريقتك النهارده للاسف يا كابتن اسلام زي ما انت اتكلمت من شويه على النواحي الهجوميه ما اتغيرتش، انت بتلعب منتخب جنوب افريقيا، اكيد هو شايفك بتشتغل ازاي، اشتغل عليك بشكل كويس قوي، قفل لك اطراف الملعب بشكل جيد جدا. النهارده يمكن كره وحيده عرضيه اتلعبت للمنتخب المصري الشوط الاول عن يعني يمكن عن طريق لا ابو الفتوح، مظبوط، احمد فتوح، عن طريق احمد فتوح الوحيده اللي لعبها مصطفى محمد، وكانت سهله في ايد المرمى. ده معناه ان انت التكتيك اللي بتشتغل بيه ما قدرتش ان انت تنفذه النهارده على ارضيه الملعب، وده طبعا دي حاجه. معلش يا بلال برضه، احنا فعلا التكتيك اللي المنتخب المصري دايما بيلعب بيه وشفناه في الثلاث مباريات السابقه ما قدرش يطبقه النهارده بشكل او باخر، ولكن في نفس الوقت برضه جنوب افريقيا لم يطبق اي شيء. بالظبط، ما انا يعني انت بص انت بتتكلم يعني عن يا جماعه، ما هو احنا بنتكلم دلوقتي على منتخب مصر، مظبوط، لكن منتخب مصر ما طبقش، لكن صح. ما هو برضه قفل على قدر يقفل طبعا، قدر يقفل بشكل جيد، بشكل جيد جدا طبعا، وقدر. يعني انا شايف ان الاستحواذ بتاع منتخب مصر، منتخب جنوب افريقيا، كان اكتر في نص ملعبه. استحواذ سلبي قصدك؟ استحواذ سلبي باستثناء الكره اللي اتلعبت الشوط الاولاني بالعرض دي، ما حدش، وبعدين ده خطا من حارس مرمانا لو تفتكر الكره اتلعبت اتعملت، ما كانش حد، كان اوت اوف بوزيشن يعني. صح. وبالتالي انا شايف ان منتخب مصر او كابتن شوقي غريب نجح ان هو يعمل اللي هو عايزه، اللي هو عايزه ايه؟ ان يخرج كسبان، ان هو يخرج ان هو يتاهل. تمام، ايوه يخرج كسبان، ان هو يخرج كسبان، مظبوط، يعني كسب وتاهل. ايه اللي مطلوب منه ان هو يعمله تاني؟ ولا حاجه. اللي مطلوب منه كابتن شوقي غريب يعني ان هو ياخد الفرقه ويصعد بيها طوكيو 2020. هو حقق المطلوب، حقق المطلوب، نجاح وبشكل رائع. صح، اللي حصل ده نجاح بشكل عام. بالظبط، عشان كده احنا بنقول احنا مبروك لكابتن شوقي غريب والمنتخب والجمهور المصري الصعود للاولمبياد. احنا يعني الجزء الثاني الفني لا ما كنتش الافضل، يعني دي مش من المباريات الافضل بالنسبه لك انت. النص ساعه الاخيره اتغير الحال خلاص، الجيم اتفتح بالنسبه لك. يعني انا بص يا اسلام، يعني انت هنتكلم تكتيكيا فنيا داخل المباراه في كلام كتير، يعني ممكن يعني يبقى يعني كلام عكسي للفني، للروح القتاليه وللاداء للاداء بالظبط وللنتيجه والحاجات اللي زي كده. انت صعدنا الحمد لله، كلنا مبسوطين، كلنا فرحين، منتخب مصر صعد،
الحقيقه بغض النظر عن الاداء، المهم انت وصلت للهدف اللي انت بتحققه تمام. لكن انا بتكلم داخل المباراه نفسها، انت خلاص بقيت بتلعب على حته على حاجه ثانيه، بتلعب على بطوله يا كابتن. مش بغض النظر عن الاداء، لان انا شايف ان الاداء ليس مش وحش. لا مش وحش. بص بس الكلمه دي ممكن تخلي الناس تفتكر ان انت بتقول الاداء وحش. لا خد بالك، انت عارف الكلام ده. لا لا مش وحش، بس انا هقول لك على حاجه. الاداء مش خد بالك مش زي الماتشات اللي شوف يا اسلم، انا عشان كده قلت لك انت بتلعب فرقه تكتيكيه اقوى وبتلعب في مرحله مختلفه. مظبوط. لو الراجل خد افضل اربعه، لو الراجل خدك بقى لنهايه الماتش والوقت الاضافي، ما قدرش ياخدها. ما كانش نقطه التحول، ما قدرش ياخدها. يعني انا اقصد ايه زي بلال بيقول ايه؟ ده نقطه تحول الهدف. انا ماليش علاقه بقى، انا دلوقتي كمنتخب مصر وصلت ان انا اكسب المباراه. طبعا الراجل ما خدنيش. يعني هو الراجل دلوقتي كان ان هو الغرض من الموضوع ايه؟ ان هو يقفل الماتش لغايه اخر دقيقه، لو جاب جون من هجمه او بتاع ماشي. ما حصلش. اللي حصل العكس، ان انا اللي كسبت، ان انا اللي جبت جون واثنين وثلاثه. صح. فاهم قصدي ايه يا كابتن؟ تمام. طبعا يعني انا بتكلم بمنطق الناس اللي اللي ممكن تتكلم بهذا الشكل. خلي بالك بس يا كابتن سامي، شوف يا كابتن ده، احنا زي ما اتفقنا ان الساعه الاولى ما هي الا مباراه خططيه. صح. 100%. صحيح. مظبوط. اللعيبه بتنفذ كلام المدربين بتوعهم. صح. هم فرقه محترمه، فرقه فاهمه كوره، فرقه عارفه تلعب كوره. كابتن شوقي قدر يوقف الخطوره بتاعتهم، وفي نفس الوقت المدرب بتاعهم قدر يوقف الخطوره بتاعت منتخب مصر. مظبوط. اصبح الفرقتين في مستوى واحد. صح. ما تقدرش تقول ان مصر متميزه او جنوب افريقيا متميزه. اما تفكت الشفره وتسجل الهدف، ده بنقدر نقول ايه؟ كره القدم يا جماعه، كره القدم. طب بعد اذنك في نقطه انا هقول لك نقطه. طيب اتفضل. كره القدم فيها 10% توفيق. 10% توفيق. اي مباراه و10% دعاء. 10% دعاء. لا 100% دعاء. لا 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 10% الديسيجن بتاع الحكم النهارده يا كابتن 10% في البنالتي استحق. يعني هو ده هو ده الفارق في المباراه كلها. ما هو توفيق، صحيح. من وجهه نظري، من وجهه نظري الشخصيه، ده مش بنالتي. ده ال10. لا 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 واضحه. ال10 10% التوفيق ده ايه؟ تيجي لك ازاي التوفيق؟ التوفيق ان حكم يشوف كوره فيحسبها، وحكم ما كانش يشوف كوره ما يحسبهاش. فاذا ده التوفيق، التوفيق لصالحك مش ضدك. وجات كوره برضو حكم يحسبها عليك ضربه جزاء ما يحسبهاش. بس ده 100% توفيق يا كابتن، مش 10%. ده توفيق. التوفيق 100% مش 10%. اي لا، نسبه النجاح في المباراه لها 10%، فانت خدت ال 10%. لو خدت، لو الفرقتين تساووا، الاثنين قد بعض، اثنين مدربين قد بعض، خططين قد بعض، النتيجه 0-0. كابتن حشيش، كابتن بلال، كابتن اسلام بتقولوا ان المباراه ممكن تمشي كده لغايه وقت اضافي. صح. تمشي لغايه ضربات ترجيح. صح. صح. ايه اللي تدخل؟ اتدخل التوفيق، ما تدخلش مدرب ولا تدخل اي حد. التوفيق منين؟ التوفيق من لاعب يخطا، التوفيق من مهاره لاعب يسجل لك. صح. التوفيق من حكم يحسب لك لعبه صح، او حكم ما يحسب لكش لعبه صح. في اللحظه، نفس اللحظه دي تقدر تقول التوفيق مش لصالح جنوب افريقيا، ان الحكم شاف الكره دي كان ممكن ما يشوفهاش. كان نقول ان جنوب افريقيا وصل لان كان عندهم التوفيق، فالتوفيق لصالح مصر. التوفيق بيجي دايما مع الفرق المجتهده، ومن اجل ال 70 الف دولة واللي وراهم 70 يعني مليون. زي ما الاسلام، التوفيق بيجي مع الدعاء. مع فاذا وربنا يوفقنا. فاذا اذا 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 لازم نعرف ان المباراه فعلا كانت توصل لكده. فك الشفره الحكم، توفيق من عند الله سبحانه وتعالى ان الحكم يشوف. انت ممكن ما تشوفهاش. هتحصل ايه؟ هتوصل المباراه كده. اللي انا اقصده يا كابتن ايه حضرتك؟ اتفضل بقى يا كابتن. يعني احنا بس احنا برضو بنتكلم في جزئيتين. الجزئيه الاولى ان احنا كلنا فرحانين ومبسوطين. انا بتكلم على ان المباراه القادمه، يعني احنا لو بكره، يعني لو الكلام ده، ولو احنا بنتكلم في النهائي، مش هنتكلم اعتقد في الفنيات كتير. خلاص انت كسبت البطوله وصعدت الاولمبياد، والامور بالنسبه لك يعني خلاص، انت حققت كل المطلوب منك، حققت ال 100% من التارجت بتاعك. بالزبط. اللي هو ايه؟ انك تصعد تاهل بقى 80%، وانك تاخد البطوله بقى ال 20% الاخيره. تمام. فانت لسه عندك مباراه ثانيه، وعندك فريق بتعده كمان للاولمبياد، وعندك لعيبه امكانياتها كبيره جدا، وعندك مدير فني، يعني مدير فني جيد كابتن شوقي غريب. احنا النهارده كناس بنشجع مبسوطين جدا. المنتخب المصري الحمد لله ان هو تاهل للاولمبياد بعد يمكن 8 سنين تقريبا من البعد عن التصفيات دي. يعني 12 من 12 ل 20 8 سنين. 16 وقعت مننا. مظبوط. اسف معلش. ف
فالفكره يا كابتن كلها النهارده لما نيجي نتكلم في الفنيات والحاجات الفنيه، لا، المنتخب المصري لم يكن هو الافضل النهارده في المباراه لحد القرار بتاع الحكم، الى القرار بتاع الحكم، وده كان ممكن في وقت من الوقت زي ما اسلام قال من شويه ممكن الحكم ما يحسبوش، يعني ممكن يعني ممكن الحكم ما يحسبش فاول زي الكره بتاعته من على الخط السجل فاول بره مش من جوه، يعني لو الحكم برده هناك حطها يعني حب ان هو يعدل الكفه كان ممكن يحسب ركله جزاء ومفيش فار ومفيش اي حاجه والدنيا ماشيه زي الفل وتمام مفيش مشكله. كرة برده بتاعت اسامه محمد كان ممكن ياخد كارت احمر طبعًا. اللي ضرب المدافع لو في فار النهارده كانت بقت عليك. هو ده اللي غير من شكل الاداء النهارده بتاع المنتخب اللي هو التوفيق، وهم برضو لو الفار مره اخرى لو في في ار كان ايه اللي حصل الكره الواد رقم 9 اللاعب بتاع اتطرد برضو في نفس مظبوط كان اتطرد صح كل ده بالظبط. انا في النهايه عندي ايه، مصر بتلعب جنوب افريقيا في الدور قبل النهائي، الحمد لله مصر كسبت 3-0 وصعدت الى الدور النهائي ووصلت الى اولمبياد طوكيو 2020 بالزبط. وبالتالي كل الكلام اللي احنا بنقوله ده فنيا نقدر نتكلم زي ما انتوا عايزين برضو يعني احنا طبعا بعد مبروك والكلام ده اللي احنا قلناها وازاي الفل تمام، بس لازم برضو احنا نحلل بعض الحاجات اللي موجوده زي يعني المنتخب المصري لم يكن له وجود هجومي الا بعد الهدف لما جه، بعكس برضو جنوب افريقيا لا كان ليها استحواذ في نص الملعب وبتنقل وخطر على الجون وبتحاول وبتلعب على الاجناب وبتاع، انت ما حصلش منك الكلام ده الا بعد انا ما شفتش الهدف كوره من جنوب افريقيا يا كابتن كوره مقفوله كوره وحيده هم عندهم انا اقصد هم عندهم مشكله في انهاء الهجمه، انما كان في بعض المحاولات انت كنت من الناحيه الدفاعيه زي ما انت بتقول تكتيكيا 100% بالظبط كده. التحول اللي بعد الجون ده وضع طبيعي انك تاخد الثقه والفرقه الثانيه خلاص ده هتطلع لازم تهاجم وتفتح المساحات وتكمل، فبالتالي انت ظهر المستوى الهجومي بتاعك غير كده ما كانش. احنا كنا نتمنى طبعا من البدايه لان احنا عايزين فرقتنا دي احسن فرقه في الدنيا. ما ينفعش انا بقول لحضرتك بتكلم مع حضرتك وبنتناقش، هي دي بس النقطه اللي احنا يعني ويا ريت كلنا نتناقش في الموضوع ده، لكنه هو الموضوع عباره عن ايه، ان انا دلوقتي زي ما حضرتك بتقول كده مش كل مباراه هلعب زي مباراه غانا، لا مش كل مباراه هلعب زي مباراه كاميرون. مظبوط انا بقى لحضرتك والمنافس بيختلف كمان يا استاذ. الله برافو عليك. لا جنوب افريقيا فريق رائع جدا طبعًا. فريق متميز جدا. الفاول اللي شاطه وضرب في العارضه بالظبط ما انا بقول لحضرتك ده توفيق يعني لو هو بقى اللعيب موفق الكره تنزل جول كانت بقت 1-1 اذا رجعت المباراه الاصل ده ال 10%. انا بقول لكم يا حضرات في لما المباراه دي 100% يا كابتن لا المباراه لما بتتساوى لما بتتساوى الكفه التوفيق هو العامل الرئيسي بتاعك العامل الرئيسي ال 10% بتوع ال 90 هو ال 100% خلاص 100% لل 10 ايوه بالظبط لل 10 فالكره اللي هي جت في العارضه دي ما ننساهاش سهل جدا انها كانت تخش كانت هتبقى النتيجه كام؟ 1-1 خلاص رجعت الماتش الاوله لا ورجع تاني هم ايه هم اللي كمان هيبقوا اعلى منك ايوه في المعنويات والروح القتاليه عشان يبقى تحليل علمي وتحليل منطقي. ده مش انا اللي بقوله مش راي فتحي نصير ده راي يعني مش خبراء كمان تحليل من بطولات كاس العالم لما بنحلل فرقتين قد بعض عندهم مدربين وعندهم جمهور وعندهم لعيبه وعندهم تكتيك وعندهم خطط وعندهم كل حاجه والنتيجه تبقى قريبه من بعض يفرق معاك بقى هنا بقى التوفيق. التوفيق ايه؟ مطر ينزل وانت المطر اصلا ما بتلعبش في المطر يبقى التوفيق لصالح الفرقه اللي بتعرف حاجه في المطر. هوا يجي معاك حكم يشوف الكوره وحكم ما يشوفش الكوره فاذا ده احنا في تونس الترجي مش الراجل حطها بايده الحكم حسبها جول طبعا طب هو حسبها جول ده اللي حطها كويس يبقى اذا التوفيق يوميها مش لصالحنا لو لصالحنا هيشوف انها بايده هيحسبها هاند بول بس الحمد لله ان النهارده الحكم موفق جدا الحمد لله اي التوفيق لصالحنا والحكم موفق الحمد لله ومبروك تمام انت برضو مش سالك يا عم هات وديه هناك قلت لك وهات له كاميرا لوحده ويقعد هو بيحب المثاليه بلال كابتن حسام من النوع اللي هو تكنيك او فني قوي وبيحب المثاليه وبيحب الكمال لله بلال بالايام هيحس يعني شويه هيعرف ان مش ممكن كل حاجه ممكن تاخدها عمر ما كل حاجه هتبقى كويسه والله كده كابتن فتحي احنا والله ما قلناش كده احنا يعني بننتقد حاجه
معينه. كلامه مش غلط هو وكلامه صح، بس هيستفيد منها بالعكس. ده احنا كويس ان بنقول الكلام ده والفرقه كسبانه سكور ومتاهله يعني، بس لازم احنا يبقى في بعض الحاجات اللي نتمنى بقى بالزبط. ان شاء الله ان احنا نشوفها في المباراه القادمه. ما هو ده الفرق بينكم، ان انتوا لاعب الكوره يعني بلال مثلا كمهاجم، فهو بيحس نفسه كان في الحته دي كان ممكن بيعمل ايه، فبيقول لك اللي جواه. هو عايز، هو مصري يعني في الجنسيه، عنده له باسبور مصري يعني وبلال رقم، فاذا هو بيحب مصر، فهو بس يعني حماسه الاكثر للكمال للجمال، لان احنا نبقى كل حاجه كويسين. مش عايزين التوفيق، ما انسى يعني التوفيق ده، احنا من غير حاجه عايزين بعض اللعيبه مثلا تبقى احسن من كده بالظبط، لان احنا شفنا نفس الحكايه الماتش اللي فات واللي قبله على المستوى الفردي اللعيبه رمضان بس كان بس الفرقه أحسن اللي قدامك ما بتلعبكش كده. بالظبط صح، تفرق بقى الفرقه اللي قدامك، الفرقه دي فرقه فيها تكتيك صح، فرقه بنقول لك يا كابتن لعبت من البطوله كلها ما دخلش فيها جول، تمام. لعبه التصفيات دخل فيها جول فاول، تمام. وانت اول انفتاح وتغيير المباراه من ضربه ثابته، تمام. مش من لعب، انت عارف لو من لعب عادي ماشي، لا ده هي التكتيك بتاعها 100% عند ضربه الجزاء هيعملوا ايه، ما يقدروش يعملوا طبعا. لكن انت هم نفسهم كفرقه يعني فرقه محترمه، فرقه ملتزمه، فرقه بتلعب كوره، فرقه مش بتلعب باي حاجه. في المقابل برضو منتخب مصر فرقه محترمه قدر، ما كانش دايما، ما كانش كسب كابتن. انا على فكره انا بقول لحضرتك ان يعني في المقابل بقول لحضرتك في المقابل ان منتخب مصر فرقه جيده، فرقه ملتزمه تكتيكيا، بدليل ان احنا لو اللي اتفرج يعني على جنوب افريقيا في المباريات السابقه هيعرف قد ايه هي فرقه خطر جدا من على الاطراف. يعني اي حد هيعرف في كره القدم هيعرف الموضوع ده، فهيعمل ايه؟ هيحاول يقفل الاطراف ويحاول يلعب على اطراف اللي هي نقاط الضعف بتاعتهم، اللي هي في نفس الوقت نقاط القوه. كابتن شوقي عمل كده النهارده بوجود رمضان وبوجود عبد الرحمن مجدي، الاثنين دول تحديدا قفلوا شويه. حتى لما بلال بقول له قال لي عبد الرحمن مجدي ممكن يكون بيدافع اكتر من صلاح محسن، عشان كده هو اللي بدا. صحيح مثلا يعني، فده فكر برضه مظبوط. هم كابتن يعني هم نجحوا، اثنين مدربين نجحوا خططيا صحيح، كل واحد ارى الفرقه اللي قدامه لعبها صح، وزي ما قلنا لان هم لعبوا بعض وديا حتى في المباراه، فكل واحد حافظ نفسه كويس قوي. لكن الشفره اتحلت بالبنالتي خلاص، في بنالتي لا المدرب ده ملوش دور ولا المدرب له دور، التوفيق اللي هو العنوان اللي هو 100% قلب المباراه واداها لما يستحق الجمهور بس خلينا كابتن ميسي برضه على كابتن غريب النهارده الحقيقه، عشان برضه يعني نبقى نعطي كل ذي حق حقه. بالظبط النهارده كابتن غريب برضه يمكن عمل تغيير في شكل الاداء شويه الدفاعي، يعني اداء منتخب مصر الحقيقه الدفاعي النهارده كان فيه التزام رائع جدا يا اسلام. النهارده بس بتلاقي فرقه كلها سرعات، بتلاقي فرقه عندها مهارات فرديه عاليه جدا لو سبت لهم بس جزء كده، فرقه بتعتمد على الاطراف وبتعمل الكلام ده بشكل رائع جدا. النهارده قدرت كمنتخب مصر انك تقفل كل نقاط القوة عند منتخب جنوب افريقيا، هو ده النجاح بتاع المدير الفني. جت على حساب الناحية الهجومية، لكن في بعض من الاوقات يعني في بعض المدربين بيشوف ان هو لما ينجح دفاعيا ويعتمد على المهارات الفردية في الحتة اللي قدام يقدر ان هو يخرج بالمباراة اللي هو عايزه. هو ده اعتقد هو ده الفكر اللي فكر فيه كابتن غريب، فبالتالي قفل بشكل كويس قوي الحتة الدفاعية، قفلها بشكل جيد جدا، ادى مهام مختلفه شويه النهارده لرمضان ولعبد الرحمن مجدي في الحته الدفاعيه، حتى كمان النهارده مصطفى محمد كنا بنشوف له ادوار دفاعيه، النهارده كان منزل اوقات كتيره جدا نص ملعب عشان ما يديش فرصه لفريق جنوب افريقيا ان هي تحضر الهجمه وتبني هجمه زي ما هي عايزه، فبالتالي هو نجح دفاعيا بنسبه 100% باستثناء هي كره واحده بس او 99.9 يعني، اللي هي الكره اللي اتلعبت ودي كانت خطا من حارس المرمى كان لسه لعيبه اوت اوف بوزيشن وده وضع بالظبط وضع طبيعي يعني تمام. فده ادالنا فرصه ان احنا ممكن نستغل اي خطا لجنوب افريقيا، او ممكن نستغل اي مهاره فرديه عندنا، لان انت خلاص امنت دفاعين بشكل جيد. انت ال 50% المطلوبه منك عملتها بنسبه 100% اللي هي ال 50% الدفاعيه، انك تقفل كويس، انك تقفل الاطراف، انك ما تديش فرصه لجنوب افريقيا ان هم يشتغلوا بشكل جيد على المرمى. كان ليهم بعض الاستحواذ، لكن الاستحواذ قدام عينيك انت شايفهم، هم بيستحوذوا يا كابتن، حاطط دايما الكره قدامك، فانت بالتالي ما فيش خطوره عليك خالص على الاطلاق. بالزبط. حتى واحد ضد واحد النهارده يعني اول مره اشوفها في منتخب مصر النهارده، واحد ضد واحد جنوب افريقيا دايما تلاقي في سبورت،
في لعيب بيعمل الحته دي بالظبط دايما يعني اثنين على واحد عشان هم عارفين يا كابتن عشان هم كمان يعني منتخب مصر عارف ان في فرق سرعات كبير لصالح المنتخب الجنوب افريقي وظهرت في بعض الاوقات في الشوط الاول اتفضل بمناسبه واحد ضد واحد دي ما انت امبارح يعني اللي خلى منظرك وحش واحد ضد واحد في مباريات مباراه منتخبنا الوطني امام جزر القمر ايه مسافات كبيره بين اللاعبين كل الكلام اللي بلال بيقوله كله ده هو على بعض مساحات صغيره ان كل واحد رايح واحد يعني اي لوحده. واحد على واحد لوحده. بيعدي واحد على واحد بيعدي بيعدي ومفيش تغطيه وراه ومفيش تغطيه وراه وبالتالي انت نجحت كفريق او كمنتخب مصر ان انت منتخب مصر الاولمبي يعني ان انت تقفل على فريق قوي وفريق خطر ومنظم دفاعيا وقدرت تجيب فيه ثلاث اهداف ما جوش فيه طول البطوله انا عايز اقول مش طول البطوله ثلاث مباريات كابتن مش ثلاث مباريات ده كل التصفيات كل التصفيات من يوم ما بدا التصفيات لهذه البطوله هو لعب ماتشين بالظبط لعب اربع ماتشات مع زيمبابوي ولعب مع ملاوي دخل فيه كام دخل فيه جول واحد فاذا يعني جول واحد في اربع ماتشات قبل كده ففي كل البطوله الاربع ماتشات حطوهم زائد الثلاث ماتشات يبقى سبع ماتشات وبعدين ما ننساش بقى اول المجموعه فعلا هو اللي صعد واول المجموعه الثانيه هو اللي صعد يعني اول المجموعه الثانيه ساحل عاج هو اللي صعد غانا ما صعدتش واول مجموعه الثانيه هنا هو اللي صعد والطريقه كابتن بلال اللي انت بتقول عليها دي هو كابتن اسلام يا كابتن حشيش هي اللي هي مباريات الفاصله لابد دي الالتزام الدفاعي وطول نفسي معاها لان مش عايزه مجازفه ولا عايزه مخاطره ولا عايزه مقابله اوروبا الاخيره اربعه تعادل أربعة تعادل بالظبط بيلعب بهجم قافل بشكل كويس جدا مباراة فاصلة فاول يعمل له ثرو باس يعمل له شوطة المباراة الفاصلة المباريات الفاصلة دي كانت مباراة فاصلة توصلك طوكيو وتوصلك تلعب على الأول والثاني يعني لك هدفين بالظبط هتوصلك فأنت لازم تكون حريص جدا في الجزء اللي شرحته من ناحية دفاع التزام 100% ونجحوا وهم كمان كان عندهم هذا الالتزام لعبوا كده برضه بنفس الالتزام ولا يحلها في الحاله دي بقى لما الاثنين كده مع بعض ايه يبقى الحال كما هو عليه لهم الاثنين ولا يحلها غير التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا التوفيق من الله 100% بتاعت ال 10% لا خلي بالك انت بتقول ان هي مش ضربه جزاء انا بقول لك ان هي ضربه جزاء او هي مش باينه يعني هي بص هو لو الكره كده من بره خالص اسلام لا من بره خالص اسلام هقول لك ليه يا كابتن احنا مش معترض الحمد لله وحسبها لا ما عندهاش مانع ورمضان انا بس هقول لك ليه لان هو ما جاتش ولا زاويه ولا انج يعني ولا زاويه من الزاويه بتاعه الاوفسايد انت عارف لو جايه اي زاويه من زاويه من زاويه التسلل هتلاقي الولد ممكن تكون انا مش واضحه لي قوي يعني ممكن تكون على الخط مثلا ممكن تكون على الخط هو رجله بره ايده هي اللي جوه ايده هي اللي جوه يعني رجله بره بمتر يا كابتن بس ايده جوه هي النقطة حسبها إيه؟ الحمد لله مش لا لا هو ما عشان نحسب في دي لو لعيب هي لا يعني طب لو لعيب جوه منطقة الجزاء وإيده بره ومسك الكورة بره منطقة الجزاء ما تحسبش ضربة جزاء لا خالص لأن أنت من مكان الكورة مع لمسة الإيد هو بقى اللعيب بره والإيد جوه فأصبحت الإيد دي ضربة جزاء تقديرية للحكم زي الكرة الثانية مثلا بتاعة جنوب أفريقيا في ناس بتقول جوه في ناس بتقول في من بره الحكم يعني في مباراة يعني الأهلي والنجم الساحلي حط أنرامو حطها بإيده العالم كله شايفها والحكم ده فاجر ده ملوش حل الحكم شايفها الحكم ملوش حل الحكم شايفها برضه الحكم شايفها اسمها إيه الحكم شايفها الحكم شايفها بس هو ده التوفيق برضه مش بتتكلم عليه ممكن ما كانش شايفها ده التوفيق اللي بتتكلم عليه عايز أقول لك إحنا في مباراة النجم الساحلي برضه اللي كانت في مصر 3-1 العرجون ما العالم كله شايف الكورتين بتوع شديد ضربه جزاء وهو مش شايفها بتاع شديد صح لسه كنت بتكلم فبالتالي انا في الاخر انا بقى انا مالي بقى حكم حسب ايه انا شايفها ضربه جزاء بعيدا عن اي حاجه انا شايفها ضربه جزاء حكم حسبها حكم ما حسبهاش الحمد لله ان هو حسبها الحمد لله ان هي فتحت الماتش الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب 3 الحمد لله ان احنا صعدنا من عايزين نقول يا اسلام عايزين نقول ان احنا من قبل الماتش بنقول على مستوى الفرق كلها اللي موجوده الفريق المصري هو احسن مستوى ظهر بيه فريق فالنهارده تكمله لكده وبعدين فريق قدر يكسب قبل كده ثلاث فرق كبار في القاره زي مالي وغانا والكاميرون وبعدين النهارده بيكسب كمان جنوب افريقيا كله مكسب 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 والنهارده المباراه الاصعب يكسبها 3 بغض النظر عن التفاصيل فهو ده انجاز كبير للكره المصريه حقيقه على مستوى القاره اللي احنا كلنا كنا داخلين ومتخوفين من المنتخب والسن ده بالذات
بيبقى صعب شويه انك تقدر تجاريه او تقدر تكسبه، فانت بتكسب لغايه دلوقتي كل المباريات، يعني ده انجاز في حد ذاته. اذا كنا بنقول كلمه فاحنا بنتطلع للاحسن من اللي. يعني انا برضو لازلت بقول برغم المكسب النهارده في على المستوى الفردي عشان نحسن بعد كده. يعني احنا عندنا، انا هتكلم عن الناحيه الدفاعيه اللي هي المفروض غطت على الناحيه الهجوميه، خصوصا انت كنت اصلا مدافع ما اعرفش يعني عندنا مشكله في الناحيه في المساكين في بعض الكرات، في اندفاع شويه ممكن تؤدي الى يعني الكره بتاعت مثلا ضربه الجزاء المشكوك فيها دي اللي احنا بنقول الناس بتقول كده وكده، كان ممكن تتحسب وكان ممكن تغير الدنيا تاني. الفاولات اللي من بره ده ممكن انت عندك انذار، تاخد الانذار التاني طرد لعبت يعني الحماس. الحماس ازاي؟ هي دي يا كابتن بقى. يعني هي دي اللعبة خبرات يا كابتن، هي دي بقى كهربتهم شويه زايده بتيجي من يعني الكهرباء عند اللعيبه زايده، يعني لما بقول لما تكون كهرباء زايده عند الواحد فبيبقى حماسه اكتر من الغلطه قدام ما فيش مشكله فيها. يعني في عندك لسه لكن حوالين المنطقه بالتحديد دي بتبقى صعبه لان الماتشات دي متوقفه على جون للفرقه دي او الفرقه دي بالظبط. طيب خلينا نروح نشوف فيديو كده حاجه بسيطه كده، فرحة حلوة برضو فعايزين نشوف الفرحة، يعني خلينا نروح نشوف فرحة لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي مع كابتن شوقي. أيضا عمار حمدي بيفوز بأفضل لاعب في هذه المباراة. بتضحك بتضحك ليه؟ أنا عايز أعرف أنت بتضحك ليه؟ مش ممكن أنا افتكرت الموضوع ده قبل كده مش عارف هم اللي مختارين. عمار حمدي بيفوز بأفضل لجنة فنية أعتقد لجنة من الاتحاد الأفريقي. متأكد إنها فنية؟ من الاتحاد الأفريقي اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي. متأكد حضرتك إنها فنية؟ أيوه عشان بس يبقى. طب مين أفضل لاعب في المباراة من وجهة نظرك يا بلال؟ افضل لاعب من وجهه نظري عبد الرحمن مجدي اكرم النهارده عمل كل حاجه في الكوره. اسامه جلال النهارده من افضل اللعيبه، الاثنين دول من افضل اللعيبه للمنتخب المصري. كل الكرات المشتركه، كل الحاجات الفرديه، لعب الجماعي على مستوى التهديف. عبد الرحمن مجدي ادى دور رائع جدا 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 سواء كان بالاهداف اللي عملها او بالحاجات اللي شارك في صناعتها في مباراه النهارده، وهو الراجل اللي توج بالهدفين. يعني المجهود ده كله توج بهدفين للمنتخب المصري. ايوه فانا من وجهه نظري ده يا اسامه يا عبد الرحمن مين بقى بيكهام كمان عمل مباراه. لا انا كلهم جيدين النهارده على كل المستوى. احنا بنتكلم على يعني اختلف شويه مستواه، يعني كان اعلى شويه اسامه شويه صغيرين. هو فده يا كابتن ده معناه ان اللجنه بتختار دي مش عارف اللجنه بصراحه هي توفيق برضه. لا توفيق لا مش توفيق في ايه الوفاء دي اللجنه هي مش توفيق دول ابعد ما يكون يا هي مش توفيق ممكن توفيق برضه دول ابعد ما يكون للاختيار. هم اختاروا ازاي عشان اللجنه الفنيه نعرف؟ طب قول لنا حضرتك اختار عشان بقى هم اذنا بالعدل قبل ما الاستوديو يخلص. محتاج فعلا يا كابتن تعرف هم بيختاروا يعني ايه التقييم نمره واحد. هم بيحسبوا ال 90 دقيقه ما بيحسبولوش 30 دقيقه و20 دقيقة 40 دقيقة. هترجعنا لثلاث اربع ماتشات ورا يا كابتن بعدين هترجعنا لثلاث اربع ماتشات ورا والناس هتزعل مننا. هو عمار هم بيحسبوا له من اول المباراة، يعني اول خمس دقايق بيجوا حاسبين مين احسن لاعب اول خمس دقايق فعلا. وبعدين يجوا جايين تاني خمس دقايق حد ظهر عليه ولا قد ولا كده يجوا جاي يقوم يستمر. هتلاقي الكلام اللي انت بتقوله ده جه يشارك عمار في الفترة اللي جيت فيها الاجوال واللي سجل فيها مش معنى ان هو سجل يبقى هو احسن لاعب. فهو جاي وبعدين تاني كده طب عايزك تاني كده عشان دي محتاجين ناخد منها كده فوتوكوبي اول بيجوا اول مش بيجوا في الاخر كده يقولوا مين احسن واحد في الشوط الاول. لا ايوه بياخدوها بالشوط هم قاعدين كلجنه. أيوه. وقدامهم مينيتور ان هو اللي بيعيد كل اللي هم موجودين ومش قاعدين مع بعض على اساس ان كل واحد انت بتشوف في الشوط الاول فانت بتعلم اللاعب. فين المونيتور ده كنت موجود فين؟ طيب خلينا نروح هو عند كابتن بقى فتحي بعد اذنك خلينا نروح للنقيب الرياضي الاستاذ عثمان ابراهيم نعرف برضو اجواء النقد الرياضي طبعا نقولها ونشرح ازاي يختاروا احسن لاعب دي برضو لان دي مهمه. نعرف اجواء ما بتتقالش نعرف ممكن ما حدش يعرف الخوف اللي بعد نعرف الاجواء وبعدين نشوف خمس دقايق ممكن نتكلم. لا خلينا نروح لنقيبنا الرياضي الاستاذ عثمان نعرف منه اجواء ما حدث بعد نهايه هذه المباراه. استاذ عثمان ازي حضرتك يا فندم والف مبروك طبعا. كابتن اسلام واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. الف مبروك طبعا. ايه اللي حصل النهارده بعد نهايه الحمد لله فرحه عارمه في القاهره اكثر من ما يخرج من تمرين المتفرج
حضروا اللقاء وفرحه كانت كبيره جدا للاعيبه المنتخب مع جماهير مع الجهاز الفني. يمكن بعد اللقاء عمار حمدي طلع وقال ان الجائزه اللي اخذتها دي استحقها كل زملائي في الفريق مش انا لوحدي، وبهديها لكل زملائي في الجهاز الفني واللاعبين كلهم ساعدونا عشان نكون احسن لاعب في الماتش النهارده. حلمنا الاساسي اتحقق بتاهل الاولمبياد، ودلوقتي هنفكر في تحقيق لقب بطوله افريقيا ونديها للجمهور المصري اللي عارفين ان هو زعلان من اداء المنتخب الاول في الفترات الاخيره خاصه مع افريقيا. لا اكيد حاسه، اكيد اللعيبه حاسه والجمهور نفسه متفاعل بشكل كبير جدا مع اللاعبين بعد الاداء اللي بيقدموه في الملعب والروح الكبيره اللي بيلعبوا بيها. نخش على المؤتمر الصحفي. ديفيد متواني مدرب جنوب افريقيا طبعا هنا مصر وقال لمصر منتخب قوي جدا ويستحق التاهل، لكنه عتب على الحكم في ركله الجزاء اللي حسبها وقال انه شافها على موبايله الاعاده لهذه الكره، وقال ان لمسه يد كانت موجوده لكن خارج المنطقه، وان ركله الجزاء دي كانت نقطه تحول المباراه، لكن ده مش هيقلل من تاهل منتخب مصر المنتخب القوي. وقال هو كان نفسه يقابل مصر في النهائي وتكون مباراه ملحميه كبيره جدا في القاهره، لكن ظروف الماتش ما خدمتوش، والخطا من الحكم حسب ما قال متواني هو اللي غير ماتش مسار المباراه لصالح منتخب مصر اللي يستحق التاهل رغم هذا الخطا، وقال انه منتخب كبير مش مستني مساعده من الحكم عشان يتاهل. نروح لكابتن شوقي غريب، يمكن اهم حاجه قالها، قال انا عندي فرصه اجيب ثلاث لاعبين كبار في دوره الالعاب الاولمبيه، انا مش هاخد اي لاعب ما عندوش الرغبه انه يكون ممثل لمصر في دوره الالعاب الاولمبيه، يكون لاعب انا محتاجه في مركز معين من المراكز اللي هندعمها، لكن لو هو مش عاوز يجي انا مش عاوزه، وانا بقول على مسؤوليتي. كلام نقلا عن شوقي غريب بيقول على مسؤوليته ان هو مستعد يخوض دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020 بنفس القائمه اللي خاض فيها دوره الامم الافريقيه المؤهله للاولمبياد. كده اهم تصريح قاله كابتن شوقي غريب النهارده ان هو جاهز ان هو يلعب اولمبياد طوكيو بنفس اللاعبين حتى لو ما دعمش من المنتخب الاول خالص. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عثمان، يعني مهم جدا، كلام مهم جدا، وهو حر طبعا في النهايه هو اللي هيختار، بس انا اعتقد ان هو سابق لاوانه، يعني سابق لاوانه من دلوقتي، ما يقدرش يقول دلوقتي لان عنده ماتش ثاني. يعني عنده مباراه، فهيهز اللعيبه او هيهز الفرقه اللي هم موجودين وعنده المباراه الاخيره، ويقول انا هاخد مثلا حارس أنا او هاخد، وبعدين لو عنده فرصه ياخد صلاح. مش تصريح خالد توفيق يا كابتن، تصريح خالد توفيق طبعا، يعني مش وقته خالص، مش وقته يعني، انا سابق لاوانه يعني لسه قدامنا وقت، بيقولوا حماس لفرقته دول، يعني عاوز يعني تشجيع. هو اتكلم بعد كده يا كابتن، لكن انما مين ملوش عايز يجي، مين عايز يجي لسه بدري على، وبعدين مين اللي هيطلب منه ان هو يبقى متواجد في اولمبياد؟ مش هيروح كابتن سيد، ده التكنيكال ستادي جروب. التكنيكال ستادي جروب دي اللي هي بتاعه الكاف، اللي هي الجروب بتاع الكاف الفني، وكيفيه اختيار اللاعبين وكيفيه اختيار الفرق، يعني عشان يقولوا الفير بلاي ومين احسن فرقه وكده. فالنقط اللي هي موجوده بناء عليه بيختاروا اللعيب، في نقط كتير هي موجوده وانت بقى بتشوفها في الشوط الاول. بعد اذنك يا كابتن، اتفضل يا كابتن، سلمها بس للكابتن بلال. ايوه عشان بعد اذنك، عشان محتاج عشان محتاج، انا الوحيد اللي محتاج اعرف دي، سلمها بس للكابتن بلال بعد اذنك. أيوة. انا لو ينفع اقوم كنت قمت، بس انا متكتف. ده ولد صغير موجود هناك، دي بتاعه الشباب ولا بتاعه الناشئين ولا بتاعه الكبار؟ كله للكل فعلا، بس لان هم، ما انت هتقرا بقى وتشوف. هو بقى النقطة بس عشان نقول، حتى لو قريت مش هقتنع برضه. بعد اللي حصل قدامي، يا ابني قلت لك يا سمير، قلت لك هات كرسي هناك، مش مصدق بعد اللي بيحصل قدامي. كرسي وكاميرا يا كابتن، عشان نقول بس. طب نقول طب انا هسأل حاجة كابتن بعد اذنك، عشان احنا وقتنا انتهى. اسألك سؤال، طب انا سؤال بعد اذنك، عندنا انا اسألك سؤال، اتفضل. مين احسن لعيب النهارده في وجهة نظر انا؟ احسن لعيب كابتن شوقي غريب. لا، واحسن لعيب، احسن لعيب انا وجهة نظري، احسن لعيب يا اسلام، احسن لعيب، اللعيبه كلها كويسه النهارده. عبد الرحمن مجدي ماشي، اكرم توفيق ماشي، اسامه جلال، اسامه جلال كويس، هو احسن لعيب يا جماعه. بس هقولها بس في عجاله يا كابتن اسلام بعد والله. ماشي، اتفضل. بعد اذنك، اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن، اول حاجه بياخدوا الخمس دقائق، هم بيبقى قدامه مونيتور، لازم التكنيكال ستاد جروب ده الفني ده لازم يبقى قدامه تلفزيون عشان بتتعاد اللعبه. بيدي النهارده دلوقتي بعد خمس دقائق، عندي بلال مثل من فرقه مصر، وعندي أمو كوشا من فرقه جنوب افريقيا مثلا، بجي ده مش اسم يعني، ممكن مثلا بجي الخمس دقائق التانيين شايف مين اللي ظهر. طب تقول لي ازاي بيختاروا؟ طيب كابتن معلش، انا اسف جدا، لكن عندنا والله بجد برنامج، ده المفروض حضراتكم يعني لسه عندي فقره بتاعت احمد ثابت، ولازم نبقى عندنا برنامج الساعه 11 بتاع. انا بشكرك، دي يعني في وقت ثاني حضرتك بقى نيجي بقى ان شاء الله في حلقه في ملعب الاهلي تاني نقولها براحتنا ان شاء الله، اختيار اللاعبين. بس النبي انا اكون في الحلقه دي بعد اذنك. طبعا خلاص يا جماعه، اهو الدكتور الكابتن فتحي نصير والكابتن احمد بلال هيبقوا في الحلقه القادمه
نشوف امتى ونظبطها معاهم طبعا حسب ظروفهم علشان برضو نتكلم في هذا الموضوع. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي. شكرا مبروك يا الف مبروك. شكرا الف مبروك كابتن حشيش. مبروك جزيلا شرفت ونورته. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل الدكتور احمد ثابت خمس دقائق بالكثير يعني مش هنقعد معاك كتير خمس دقائق لانه عندنا حلقه او برنامج اخر بعد ملعب الاهلي. سيب حضراتكم مع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل الدكتور احمد ثابت.